الخوات، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في منتدى رباعات السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي، لنطرح موضوعا أشغل العالم ولا زال، حيث تعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة للعام 2016 الانتخابات 58 لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حددت الرئيس 45 ونائب الرئيس 48، وجاء ذلك على عكس توقعات جميع استطلاعات الرأي ووكالات الأنباء بفوز الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي. ندوتنا هذه الليلة تحت عنوان الانتخابات الأمريكية وصعود الحركات الشعبوية اليمينية، والتي يتحدث فيها الأستاذ إبراهيم شريف عن ظاهرة صعود ووصول الحركات الشعبوية اليمينية وأسبابها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأستاذ هاني الشيخ في قراءة الانتخابات الأمريكية والتي سيحدثنا فيها عن تجربته في البعثة الدراسية التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي لدراسة الانتخابات الأمريكية وشرح النظام الانتخابي الأمريكي. حضورنا الكريم، رحبوا معي بالمتحدثين الكرام في إطالتهم هذه الليلة. نبدأ الآن مع الأستاذ هاني الشيخ. قراءة الانتخابات الأمريكية، بداية معلومات عن البعثة معلومات عن البعثة الدراسية. شارك في هذه البعثة الدراسية 20 مبتعث من 8 دول عربية في البعثة الدراسية اللي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي NDI لدراسة التجربة الانتخابية الأمريكية. هذه الدول المشاركة بالبرتقالي هي الدول المشاركة في البعثة. هذه صورة من للمبتعثين. أهم فوائد البعثة، بعثة الانتخابات الأمريكية، هي التعرف على التجارب الحزبية الأمريكية وحملاتها في تنفيذ برامجها وحل الإشكاليات لديها، وبعدها نقوم بقياس والمقارنة للحلول اللي يوصلون فيها والتدقيق في معايير الجودة والتكلفة والوقت المستغرق في حل المشاكل. هذه المعايير والمواءمة مع تجارب أحزابنا تسمى benchmarking. في البداية منتطرق إلى مفاهيم حول النظام الانتخابي الرئاسي الأمريكي. النظام الانتخابي له ثلاث درجات. في البداية في مؤتمرات داخلية وانتخابات أولية. الانتخابات الداخلية نقصد فيها الانتخابات الداخلية داخل الحزب نفسه، علشان يرشح يستخرج المرشح الرئيسي في الحزب، وتسمى الانتخابات الداخلية الكوكس، أو الانتخابات داخل الولاية اللي هي الانتخابات التمهيدية الأولية. المرحلة الثانية بعد ما يتم حسم المرشح الرئيسي لكل حزب تبتدي الانتخابات العامة اللي هي تكون في نهاية يونيو، ويبتدي فيها السباق الرئاسي. تبتدي هنا فيها الحملات الانتخابية، ويوم التصويت يكون دائما هو أول ثلاثاء بعد أول اثنين من شهر نوفمبر. دائما يكون في شهر نوفمبر بعد أول اثنين يوم ثلاثة. الناخبين لما يختارون المرشح الرئاسي يختارون المندوبين اللي بيصوتون إلى هذا المرشح في المجمع الانتخابي،
يعني يصوتون لكلينتون مثلا وممثليها في المجمع الانتخابي. الحين المجمع الانتخابي، المجمع الانتخابي هو مكون من مندوبي كل الولايات وتمثل كل ولاية بعدد أصواتها في الكونغرس، له مجلس الشيوخ والنواب وما يساوي 538 مندوب عن كل الولايات الأمريكية 50، يقومون بانتخاب رئيس الجمهورية. اللي يفوز في بأغلبية الأصوات الشعبية في كل ولاية يفوز بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي. هذا النظام يسمونه الفائز يفوز بالكل. يعني إذا مثال فلوريدا عندها ممثلين 10، مثال أي رقم، وفازت بأغلبية الأصوات فيها لكلينتون، كل الممثلين يكونون لكلينتون في هالولاية. يجتمع المندوبين مندوبو الولايات في عواصم ولاياتهم في بداية شهر ديسمبر ويدلون بأصواتهم وترسل إلى واشنطن ويتم فرزها في يناير المقبل العام التالي في جلسة مشتركة للكونغرس. يحتاج المرشح الرئاسي 50% زائد واحد من إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538، أي يعني اللي بيفوز لازم يحصل أكثر من أقول 270 صوت ويفوز في رئاسة الجمهورية. حسب هذا النظام الرئيس الأمريكي ليس بالضرورة أن يكون صاحب الأغلبية الشعبية في أمريكا، يعني ممكن أغلبية الأصوات تعطي شخص ولكن المجمع الانتخابي بطريقة التمثيل يعطي شخص آخر. هذه صورة عن وضع كل الحزبين في أمريكا. الحزب الديمقراطي عادة يسيطر على المنطقة الساحلية والشمالية في أمريكا، وهذه المناطق تتميز أنها مناطق تجارة وصناعة وفيها تنوع عرقي وليبرالية. دائما تشوف هذا شعارهم هو الحمار، ودائما في كل مطبوعاتهم يعني يمثلون التنوع العرقي اللي هم يروجون له أنه نحن نمثل التنوع العرقي. بينما الحزب الجمهوري هو يعني أغلبه يسيطر على المنطقة الوسطى والجنوبية في أمريكا، وهذه تتميز بمجتمعات البيض المحافظين وحملة السلاح شعارهم الفيل. اللي يحسم المعركة الانتخابية هي ما يسمى بالولايات المتأرجحة swing state اللي بتشوفونها باللون الرمادي، يعني في ولايات بتشوفونها بلون أزرق هي محسومة إلى الديمقراطيين، والأحمر محسوم دائما إلى الجمهوريين. اللون الرمادي هي المتأرجحة اللي ساعات تكون في كفة الديمقراطيين أو الجمهوريين، فهني تصير مناطق النزاع الانتخابي بشكل كبير. المثال على الانتخابات الحالية، كان في مرشحين ترامب وكلينتون. ترامب ملياردير في مجال العقارات، كلينتون كانت من النظام السياسي القديم، هي كانت وزيرة الخارجية. ترامب كان مدعوم من المحافظين والطبقة المتوسطة البيضاء البيض. كلينتون مدعومة من الديمقراطيين والأقليات العرقية. كان من أهم برامج ترامب بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، ترحيل المهاجرين الغير شرعيين، مواجهة الصين اقتصاديا، ومحاربة داعش، وجعل أمريكا عظيمة مجددا. كلينتون كان أهم برنامجها إعادة هيكلة وول ستريت، ضبط قانون تملك السلاح في أمريكا، زيادة المنح الجامعية للطلاب، وتبسيط عملية الهجرة. ترامب ما عنده أي خبرة سياسية، وكلينتون كانت قديمة في المجال السياسي.
نتائج. بنشوف في الخانة اللي فوق ترامب حصل في المجمع الانتخابي 290، هو يفوز ب 270 على الأقل، فهو طاف الفوز 290، وكلينتون حصلت 232 صوت في المجمع الانتخابي. لكن الأصوات الشعبية كلينتون هي الأكثر شعبية، حصلت 47.7% وترامب أقل منها. نسبة المشاركة في الانتخابات كانت تقريبا 45%، أو بمعنى ثاني 46.9 لم يصوت في الانتخابات. كلينتون حصلت 25.6% من الأصوات، وتقريبا ترامب نفس الشيء. لمحات عن من مهارات صناعة الانتخابات الأمريكية، فن التسويق السياسي، فعالية بناء الحملة، يتم وضع خطة تقليدية للحملة والاستعداد أيضا للمتغيرات وأوضاع الطوارئ. أوضاع الطوارئ نتكلم عن ضد المرشح نفسه اللي داخل الحملة، أو المتغيرات أو المفاجآت اللي تصير للخصم. مثال عليه كلينتون لما تم مهاجمتها عن في قصة الإيميلات اللي استخدمتها في خلال إدارتها في وزارة الخارجية، ونفس الشيء هذا وشلون عالجتها الحملة إن هي هذا كمتغير. ونفس الشيء كخصم ترامب لما هاجم المسلمين أو كانت نبرته عنصرية، حاولت حملة كلينتون توظيف الموضوع لتخويف الأقليات إن هذا جاي بيهاجمكم بيقضي على مستقبلكم، فهني توظيف كل المتغيرات إضافة إلى الخطة التقليدية العادية. فعالية إدارة البيانات عبر توسيع المعلومات الحيوية للناخب والقدرة على توظيفها وضبطها. احنا هني يتكلمون مو عن إدارة بيانات تقليدية انه الشخص ناخذ بيانات اسم الناخب وتلفونه اللي في الدائرة، لا، يتكلمون عن شيء اكبر من هالموضوع. يتكلمون عن معلومات شبكة التواصل الاجتماعي، قياس ميول الاجتماعية والسياسية، شلون هو كان سابقا عنده ميول سياسية، هل تغيرت، هل هو ثابت في الميل السياسي، شنو اهتماماته. وهني يتم حتى توظيفه، إذا واحد مثلا يشوفون عنده اهتمام في الرياضة يطرشون له مثلا بطاقة دعوة إلى مباراة كرة قدم من حملة كلينتون مثال. فهني كيفية توظيف إدارة البيانات بشكل كبير جدا. ضبط إدارة المتطوعين وجودة أدائهم، هني شلون أنت عندك مجموعة أنصار، أنت شلون تقدر توظف طاقاتهم بحيث إنه يوصلون وياك إلى نتائج ثابتة بقياسات ثابتة. كفاءة تمويل الحملة مالياً وإدارة الموارد. من أهم مواصفات الرسالة في الحملات الأمريكية التأكيد على الرسالة السياسية، أنها تكون الرسالة قصيرة، كل ما كانت قصيرة تكون أفضل، كل ما كانت الرسائل متناغمة مع رغبات الجمهور تكون أفضل. لا، يستخدمون المؤثرات البصرية أكثر من الكلمات لأن لها وقع أكبر. تكرار الرسالة دائما، التكرار هذا مهم جدا. وأهم شغلة في الرسالة هي مصداقية الرسالة لدى الجمهور، أن تكون الرسالة لها مصداقية بين الجمهور والناخبين للمرشح. بناخذ مثال حق هالموضوع، ترامب كان شعاره Make America Great Again،
لنعيد عظمة أمريكا مجددا. شعار يتناغم مع مؤيدي الحزب الجمهوري وهم البيض المحافظين مؤيدي حمل السلاح. واستهدفت الحملة إثارة مشاعر الغضب والعصبة لدى جمهور ترامب. كلينتون كان شعارها Stronger Together، معا نكون أقوى. شعار يتناغم مع طبيعة مؤيدي الحزب الديمقراطي وهم من المتنوعين عرقيا وثقافيا وليبراليين. استهدفت الحملة إثارة مشاعر الخوف لدى الجمهور. استنهاض قوى المجتمع حول المرشح. عادة تبتدي بناء تحالف بين القوى السياسية لدعم المرشح، تشكيل شبكة دعم من المؤسسات المجتمع المدني لدعم المرشح في قضايا معينة ذات اهتمام مشترك، استنهاض المؤيدين للمرشح من المشاهير في المجتمع، فنانين، شعراء، كتاب، استثمار كل واحد في مجال شهرته لدعم هذا المرشح، استثمار طاقات الأنصار وتوجيه كل حسب طاقته وإمكانياته. البعض يقدر يقدم دعم مادي والبعض يقدر يقدم دعم تطوعي. استهداف الناخب. يتطلب استهداف الناخب عدة مهارات، وهذه المهارات تحتاج أكثر من يعني تقنية، منها علم النفس، إحصاء، الاستطلاع، السياسة والاقتصاد، التقنيات. وهي تنقسم إلى نوعين، استهداف واستهداف أفقي. بنشرحها في السلايد اللي بعده. الرسائل هذه يجب أن تكون متخصصة. الرسالة الموجهة للمؤيدين تختلف عن الرسالة الموجهة للخصوم أو الأنصار. والرسالة بعد تحتاج أن تكون تراعي الفئة المستهدفة. الرسالة للشباب تختلف عن الرسالة إلى النساء أو العمال. الحين الاستهداف الأفقي والاستهداف العمودي. الاستهداف الأفقي هو كيفية إيصال المعلومات إلى الناخب، وهي مجموعة درجات اللي هي مطبوعات دعائية، ندوات ومهرجانات، إيميل وموقع إلكتروني، إعلانات إلكترونية، مجمل قنوات التواصل الاجتماعي، الدعاية التقليدية المدفوعة في الصحف وقنوات التلفزيون، الاتصال الهاتفي وطرق المنازل بشكل مباشر. الاستهداف العمودي يتكلم عن درجة حجم المعلومة اللي يصالها للناخب. البرنامج السياسي وهو الأقل تأثيرا، مع أنه مهم جدا، لكن كقياس في التجربة الأمريكية هو الأقل تأثيرا يعني على الناخب. الكل المرشحين يجب أن يكون عن البرنامج السياسي، لكن هو الأقل تأثيرا. يجي الأكثر من أهمية هو الرؤية الاقتصادية العامة، بعدين يجي أكثر منها أهمية هي المشاكل المحلية للناخب، والأكثر تأثير على الناخب هو تحريكه عاطفيا وغريزيا. يعني لاحظنا أن ترامب استخدم الغضب والعصبة، مشاعر الغضب والعصبة، وكلينتون استخدمت مشاعر الخوف في تحريك الناخبين. ليش نستهدف؟ أو في العالم المثالي يكون الأمل في الوصول للناخب واستمالة الأمل أن نوصل لكل الناخبين ونستميل كل الأصوات، لكن الواقع بسبب قيود الوقت ومحدودية الموارد تكون عوائق لعدم وصولنا لجميع الناخبين. فالاستهداف هو الاستفادة قدر الإمكان من موارد محدودة لتلبية مطالب غير محدودة. أهمية الاستطلاع لاستقراء الفئات المستهدفة. هني مثال عملي على الموضوع. هني الخريطة تبين جميع الناخبين المسجلين في أمريكا اللي باللون الأسود درجاته. الحين شلون احنا نشرح هذا الناخبين ونعرف توجهاتهم؟ بصوتون لكلينتون أو بصوتون لترامب؟ هذا استطلاع ثاني يعطينا مؤشر ثاني.
خريجي الجامعات على الأرجح. هني في الخريطة يبين وين موجودين خريجي الجامعات في أمريكا. خريجي الجامعات هم الأرجح تقليدياً من مؤيدي الحزب الديمقراطي أو المصوتين لكلينتون. فإحنا هني نعرف أن هذه المناطق النفوذ اللي ممكن تصوت إلى كلينتون. المترددون على الكنائس بنشوفها اللون الأخضر، وكل ما زاد اللون الأخضر يكون هني أكثر تردد على الكنائس. هذين من الأرجح من المحافظين والمعارضين للحزب الديمقراطي والكلينتون بسبب تأييدها لزواج المثليين، لأنها في برنامجها طرحت هي زواج المثليين. فهني كانت ردة فعل المحافظين أن معارضة الموضوع. فهني توقع أن وين تركز التردد على الكنائس، نعرف أنه هو هذين الجهة المقابلة مؤيدي ترامب. مالكو السلاح على الأرجح، هذا بعد الخريطة تبين وين تمركز السلاح، وهم من الأرجح من المعارضين للحزب الديمقراطي والكلينتون بسبب رفضه لحمل السلاح، وذاك مؤيد لحمل السلاح. فتبين الخريطة وين أماكن تواجد المعارضين. هذا نموذج للاستهداف الأولي. احنا هي مثال لو نعتبر ان الأزرق هي قاعدة التقدمية، والأحمر قاعدة المحافظة، وما بينهم الناخبين المتأرجحين اللي ما بين وبين ما تم حسم قرار تصويتهم. كيف يمكن تحقيق الفوز؟ في حالة اللي هي يسمونها الناخبين المشتتين، هو مؤيدين للمرشح لكن يعني ما عندهم ذاك الحماس للقيام بالمبادرة بالتصويت، هاي يسمون بالناخبين المشتتين. لازم في البداية ان احنا نضمن ان الناخبين المشتتين نحاول استمالتهم الى المرشح وتقليل هذه الفراغات. اثنين، ان نشتغل على النسبة المتأرجحة ما بين الناخبين وزيادة عدد إضافة الناخبين جدد من الكتلة الانتخابية. كيف فاز ترامب على كلينتون؟ في البداية بسبب طغيان نزعة العصبة والشعبوية زادت كتلة التصويت له مع مشاركة أعداد لم تكن تقليديا تشارك في الانتخابات، ما كانت أصلا شاركت في الانتخابات السابقة. اندفع حتى المؤيدين المشتتين اللي ما كانوا مترددين في التصويت بالتصويت له بسبب حالة الغضب والاستياء من الإدارة السياسية الحالية والرغبة الجامحة للتغيير. رجح المترددين فوز ترامب. مشكلة كلينتون لم تستطع تحفيز المؤيدين المشتتين والمتنوعين عرقياً وثقافيا المختلفين فكريا من التوحد والاندفاع للتصويت لها، او عدم احساسهم باهميه المشاركه الفعليه بالتصويت. احنا لما نتكلم عن تنوع فكري وعرقي مثال، ما في حماس ان او رابط ما بين الاقليات مثل العرب والمسلمين مع الراغبين بالزواج المثلي. هني الكتلة ما غير متجانسة، ما قاعدة تندفع مع بعضها البعض، فما صار في حماس أن يكون كتلة واحدة تصوت إلى شخص واحد. تحليل التصويت، نلاحظ أن ترامب معظم اللي صوتوا له من كبار السن، نشوف اللي باللون الأحمر، والشباب صوتوا إلى كلينتون. ترامب الرجال صوتوا له أكثر من وكلينتون صوتوا لها الأغلب نساء. لا نأخذها من ناحية عرقية، البيض أكثرهم صوتوا إلى ترامب. هني تبين لك
الفزعة أو العصبة اللي صارت عند البيض وأنهم كلهم توجهوا للتصويت لترامب. بينما نلاحظ أن مثلا السود معظمهم صوتوا إلى كلينتون ونفس الشيء للأقليات الثانية. شكرا لحسن استماعكم. شكرا، مساء الخير جميعا. انا حبيت تكون اطلالتي الاولى في ندوه في الوضع المحلي، لكن العين قصيره واليد قصيره مثل ما يقولون. الموضوع صعود الحركه الشعبويه اليمينيه في العالم، يعني احنا خلينا الان انتقلنا من الغابة الأمريكية نحاول نشوف الرؤية من فوق، ايش صاير في أمريكا من فوق وايش صاير في العالم. هل ظاهرة ترامب ظاهرة يعني بتمر بسرعة؟ والله هي فيه عمق أكبر من وليش ما تم توقعها بالطريقة. أول شيء خلينا نشوف نعرف قضية الشعبوية populism باللغة الإنجليزية، هي نزعة سياسية، نوع من الفلسفة السياسية، مش فلسفة شوي كلمة كبيرة عنها، هي نزعة سياسية معادية عادة تكون معادية للنخب والسياسات السائدة والمؤسسات الحاكمة، تعتمد خطابا يتوجه إلى عواطف الجماهير بدل العقل، يتكلم عن العصبوية على المخاوف، يعني دائما يثير المشاعر ما يحاكي العقل، ويتعمد في الغالب في قدر كبير بالكذب والمبالغة والإشاعة. الخطاب الشعبوي عادة يدعي تمثيل المواطن لنسة النخبة والدفاع عن الوطن والعقيدة اللي النخبة تخلت عنها، إما لمصالح دولية أو اتحاد أوروبي مثلا أو العولمة أو لغيرها، ويستخدم الخطاب العاطفي، يستحضر عادة التاريخ ورموزه. كثير من الأحيان يمكن مو بارزة في انتخابات الأمريكية كثيرة، بس بارزة في دول أوروبا مثلا، بارزة حتى في منطقتنا، الاستخدام التاريخ واستحضار التاريخ والرموز التاريخية لإثارة مشاعر الناس. لكن في الغالب ما يتعامل بشكل مسؤول مع المشاكل الواقعية. الشعبوية عادة تدعي بأنها تمثل ثورة ضد النخبة، معظم الجمهور الخطاب الشعبوي هم من ذوي التعليم المحدود، مو كلهم طبعا، المعظم ذوي تعليم محدود عادة وفقراء، خصوصا في المناطق الحضرية. في أمريكا احنا شفناهم في مناطق اسمها الريفية، بس في أمريكا ما في شيء اسمه ريف بالمعنى اللي احنا نعرفه، يعني المدن الصغيرة تسمى، لكن هي مناطق يعني صناعة وتجارة، ليست زراعة. في أمريكا لا تشكل 3 أو 4% من حجم الاقتصاد الأمريكي. أمثلة لشعارات شعبوية، النمسا أولا، في النمسا مثلا لنجعل أمريكا قوية مرة أخرى، شعار ترامب، أوروبا الأوروبيين، وشعارات أحيانا ضد المسلمين ضد المهاجرين إلى آخره، هذه أمثلة من الشعارات اللي تثير المشاعر عند الناس كثير، ممكن خطاب شعبي من هالنوع يجلب لنا ناخذين. في نتائج طبعا كارثية قد تكون للشعبوية، مش بضرورة عند ترامب، لأن ترامب في نهاية المطاف يحكم ضمن المؤسسة السياسية الأمريكية، خارج عنه نسبيا، لكن في نهاية المطاف في مؤسسة سياسية أمريكية، وهو بليونير يعني في نهاية المطاف. من نتائج الكارثية أنه ممكن تقنع عدد كبير من الناس بسلطة مطلقة، أعتقد هذا احتمال غير موجود في أمريكا، لكن ممكن رئيس أمريكي أو ممكن مثل ما صار خلينا نقول في بعد 2001 في أمريكا ممكن يصير فيه تقييدات على الحريات المدنية وما شابه. لكن أيضا الحركة الشعبوية ممكن أيضا تكون عامل إيجابي للتغيير. بعض الأرام المفكرين السياسيين يعني مثلا فوكوياما اللي تكلم عن نهاية التاريخ
على أساس أن العصر الليبرالي بدأ الآن بدأ يتكلم بخطاب مختلف من فترة. يقول الشعبوية لفظة تطلقها النخب على السياسات المؤيدة جماهيريا وغير المقبولة بالنخب. يعني هو يقول أحيانا الشعبوية النخب تبالغ في الطرح فتقول هذه نخب، تقول هذه سياسات مؤيدة جماهيريا وغير مقبولة فيسمونها، إذا كانت مؤيدة جماهيريا وغير مقبولة يسمونها شعبوية. التعبئة الشعبية حسب فوكوياما يقول، لأنه الشعبوية تعتمد التعبئة الشعبية، التعبئة على المخاوف في استثارة التاريخ، رموز التاريخ، كل الأمور هذه مش تحاكي قلنا العاطفة ولا ما تتكلم عن العقل. لكن يقول هذه التعبئة الشعبية يمكن أن تكون إيجابية، حدثت مثلا في الثلاثينيات في إصلاحات روزفلت يسمونها نيو ديل، اللي هو على أساس بنية دولة الرفاه الاجتماعي في أمريكا، أو كارثية مثل صعود الحركة الفاشية في إيطاليا وألمانيا. فوكوياما أيضا يقول، وكتب كتاب طويل قبل حوالي سنتين يتكلم فيه عن تحلل في أمريكا، ديكي، يقول أمريكا is in decay، ولا يمكن أن هذا التحلل لا يمكن إنقاذه إلا بتضافر قيادة صالحة وسياسات حكيمة. الاستقطاب الحزبي، هذا الفيلسوف السياسي اللي كان يتكلم عن نهاية العالم في 1990 والعصر الأمريكي بمعناها، الآن يتكلم عن تحلل في المجتمع وفي السياسة في أمريكا. الاستقطاب الحزبي وتغلق اللوبيات أدى إلى تكوين شيء يسمونه فيتوكراسي. فيتوكراسي بمعنى أن مجموعة بسبب اللوبيات تستطيع أن تعطل عمل الحكومة بما فيه حتى موازنات الحكومة، أي سلطة نقض يسهل فيها إعاقة عمل الحكومة، لأن كل حزبين كل واحد يمثل مجموعة من المصالح، كل واحد فيهم يعيق الثاني، وما عادوا يهتمون بالطبقات الفقيرة. بنيح عقب التحليل ما حدث اقتصاديا في أمريكا. في الحزب الجمهوري تحالفت تاريخيا في تحالف النخبة التجارية مع المحافظين الاجتماعيين، يسمونه سيكولر كونزرفاتيفز، اللي هو المحافظ في الاقتصاد، يعني يبي ضرائب أقل، يبي صرف أقل من الحكومة، ما يبي دعم فقارة، هذه يسمونهم المحافظين الاقتصاديين والماليين. وفي محافظين اجتماعيين هم اللي ما يبون زواج مثليين، إجهاض، قضايا الحريات بشكل عام يتفلون منها. فهذا هو التحالف التاريخي اللي موجود بين المجموعتين في داخل الحزب الجمهوري. الأولى تدعم بالمال والثانية تدعم بالأصوات الانتخابية، مما قوض مصالح الطبقة العاملة. هذا التحالف قوض مصالح الطبقة العاملة. أيضا تبنى الديمقراطيون سياسات نيو ليبرالية، تجارة حرة وإلى آخره، وهذه أدت إلى تحول جزء كبير من العمالة الصناعية إلى خارج أمريكا واستيراد بدل تصدير وإلى آخره. وركز حزب الديمقراطي على شيء يسميه سياسات الهوية، الهوية، الأقليات، ما شابه، سياسات تركز على المرأة، الأقليات، المثليين. وفي هذه العملية تم تناسي أيضا الطبقة العاملة من كلا الحزبين، وبالذات الطبقة العاملة البيضاء، لأنها كانت تمثل سند الأساسي للحزب الديمقراطي قديما. الناخبون يرفضون المؤسسة الرسمية الفاسدة بواشنطن، دائما يسمونها مؤسسة واشنطن، يعتبرون السياسيين اللي راحوا واشنطن انعزلوا عن بقية الشعب. فالناخبين، كثير من الناخبين بدأوا يفضلون لاعبين من الخارج. لذلك بيرني ساندرز لما طلع للانتخابات يعني كاد يكتسح، لولا أن الماكينة الحزبية الحزب الديمقراطي أوقفته، الماكينة الحزب الجمهوري ما استطاعت أن توقف ترامب، وكان في الإمكان أن يكون في مرشح يسار ومرشح يمين، بينما الآن إحنا اللي كان عندنا هو مرشح وسط ومرشح يمين. جاذبية ترامب لدى مؤيديه تكمن أنه ينتقد انتقاد شديد بالنخبة الحاكمة، بس هذه أيضا غير، لكن في ميزة له في ترامب غير عن السابقين له، برنامج اقتصادي وطني لحماية الوظائف، بالفعل يطرح حماية الوظائف. لذلك اتفاقية التجارة الحرة وقفها، في اتفاقية جديدة بين 12 دولة بتصير استبعدها في الصين عبر الباسيفيكي، قال هذه أول قرار سأتخذه أول ما أخذ القسم، وبالتالي هاي اتفاقية جديدة في مخاطر حتى على اتفاقيات قديمة، وإن كان المرجح أنه لم يلمس
الاتفاقيات القديمة، ولكن ممكن يحاول يسوي تحسينات لصالح أمريكا. لذلك برنامجي يركز على رفض الهجرة، رفض نقل المصانع الأمريكية للخارج عشان توفير الكلف، رفض اتفاقات التجارة الحرة الجديدة إلى آخره. شعار ترامب لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى جذب العمال البيض ذوي التعليم المحدود، وبني قضية شنو مشكلة التعليم في أمريكا، واللي سوى فئتين من الناس متعلمين أجورهم مرتفعة وغير متعلمين أو ضعيفي التعليم أجورهم منخفضة. هذا جذب شعار العمال البيض. لذلك احنا لاحظ في التصويت 58% من المصوتين من رجال البيض صوتوا لا في مقابل 38% او شيء من النوع، يعني مره مو ثانيه 50% حصل اصوات رجال بيض اكثر من ما، وهذا بالفعل يبين لك ان في قاعده كبيره تكونت في 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 وسط طبقه عامله بيضاء في امريكا. التراجع الدخل عند هذه الطبقة بالذات نتكلم هو على مستوى أمريكا كلها، تراجع الدخل السوري وغيرها، بس الطبقة البيضاء ما كانت تحس بهذا الموضوع في السابق. تراجع الدخل في الطبقة البيضاء العاملة أدى إلى حصول نفس الأمراض الاجتماعية اللي موجودة عند السود: جريمة، مخدرات، عائلة مفككة، طلاق، شو اسمه، عيال خارج مؤسسة الزواج وإلى آخره. نفس الأمراض الاجتماعية اللي موجودة في المجتمع الأسود صارت تنتقل إلى المجتمع الأبيض الفقير. أخيرا ديمقراطية، أخيرا يقول أحد المحللين ديمقراطية تجاوبت مع زيادة الديمقراطية طوال الفترة الماضية. الديمقراطية الأمريكية مو شغالة، كأنها مهملة الرجل العادي. الآن أثبت أن الرجل العادي بإمكانه أن يوصل صوت وإن كان متطرف، يوصل ويخربط لعبة اللعب الكبيرة اللي موجودة بين النخب اللي موجودة في واشنطن. السؤال اللي يطرحه أعتقد فوكاياما وغيره يقول مو بقضية إن ليش الشعبوية صعدت في أمريكا، بس يقول ليش تأخرت جيلين تقريبا، لأن الوضع في أمريكا يدهور من الثمانينات، يعني إحنا حوالي 35 سنة و 40 سنة. السؤال ليس صعودها، السؤال ليش تأخرت بهذا القدر في أمريكا. حصل مرشح صعود الشعبوية في أوروبا، ننتقل شوية إلى أوروبا، نأخذ صورة أكبر من أمريكا. مرشح حزب الحرية النمساوي حصل 49% في انتخابات شهر 6، وعيدت الانتخابات في ديسمبر أعتقد بيكون الإعادة لأنه كان في خطأ في الانتخابات، لكن كاد يفوز مرشح يميني، كاد يفوز في مجتمع مفترض أن يكون مجتمع ليبرالي في النمسا. الظاهرة الشعبوية تغذيها قضية الهجرة في أوروبا أو أزمات الاتحاد الأوروبي. أزمات الاتحاد الأوروبي شكلت أزمات اقتصادية، أضيف إليها الهجرة فصارت عندنا قضية متفجرة. فشل الأحزاب التي تحولت إلى الوسط فزالت الفوارق الأيديولوجية بينها. الأحزاب في أوروبا طوال الأربعين أو الخمسين سنة الماضية تتجه تدريجيا إلى الوسط. اليوم الناخب الأوروبي يريد يأخذ بين حزب يمين وبين حزب يمين الوسط ويسار الوسط ما يجد الفروق كبيرة. الفروق أساسا في البرامج الاجتماعية الهوياتية، لكن في البرامج الاقتصادية كلهم نيو ليبرالية، كلهم تجارة حرة، كلهم ضرائب منخفضة، كلهم، فما في عنده خيار. إذا من يأتي الآن بخيار جديد يروح الناخب المتذمر من الخيارات اللي موجودة يبحث عن خيار إضافي. إذا تخلى اليسار التقليدي عن 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 دفاع عن الطبقة العاملة، وتخلى اليمين التقليدي عن دفاع عن القيم المحافظة في المجتمع، لأن كلهم أصبحوا يقبلون القيم الليبرالية اللي أصبحت تجمع الجميع، وبالتالي أصبح الناس يبحثون عن خيار. فاليمين صار يبحثون عن خيار في اليمين، واليسار يبحثون عن خيار في اليسار. في جنوب أوروبا الأحزاب اليسارية البديلة مثل سيريزا في اليونان، بوديموس في إسبانيا قوية، أي ما في وسط أوروبا وشمال أوروبا كلها أحزاب يمينية هي اللي تنتشر. سياسات براغماتية رفعت نمو الاقتصاد لكنها أثقلت هيمنة اليسار التقليدي وسط العمال، وفتحت مجال انتشار بديل شعبوي مثل ما قلنا، واستفاد أيضا من تخلي اليمين عن مواقف التقليدي المحافظة. أحزاب اليمين الشعبوي تشهد طفرة في أوروبا. الجبهة الوطنية الآن ماري لوبين مرشحها أن تكون في الانتخابات الفرنسية رقم واحد، أي في الجولة الثانية بيتكالبون كل الأحزاب ضدها، لكن في الجولة الأولى هي مرشحة أن تكون رقم واحد في الترتيب. حزب الحرية في النمسا مثل ما قلنا وصل 49% انتخابات الرئاسة، لكن الشعبوية
بشكل عام محدودة نسبيا في آسيا، وإن كان جينا الحين عندنا مثلين شعبويين إلى حد ما، مودي في الهند، وعندنا في الفلبين مثلا الرئيس اللي قال بذبح كل الحشاشة والجريمة وإلى آخره، وهذه مطلب شعبوي لأنه خارج يعني القتل يصير خارج القانون في كثير من الأحيان. في أمريكا الجنوبية يقال بأن الشعبوية في تراجع، شعبوية بمعنى شعبوية اليسارية في تراجع، إذا عرفنا أن اليسار أيضا ممكن أن يكون شعبوي في بعض الأحيان. ترامب جزء من ظاهرة غربية تاريخية، مستوى الدخل هو ما يحدد الانتماء السياسي حق الناس، فقارة مع اليسار، الطبقة الوسطى والأغنياء أغلبها والأغنياء كلهم مع اليمين. نهاية الحرب الباردة سددت ضربة قوية للاشتراكية بكل ألوانها ودفعت أحزاب هذا الوسط مثل ما قلنا، تلاشت الفوارق الكبيرة بين اليمين واليسار في الاقتصاد لكنها موجودة فقط في الشأن الثقافي الهوياتي. هذه منذ السبعينات تراجع الوعي الطبقي وتزايد، هذا مهم جدا، في كاتب مهم كاتب في هذا الموضوع اسمه إنجل هارت من هارفارد، يكتب في موضوع شنو اللي حدث، كيف كان الصراع الطبقي هو الأساس البرنامج الاقتصادي، معناها لمن توزيع الكعكة أكثر ناخذ من الأغنياء، ها كان القضية الأساسية مطروحة في كل أوروبا وفي كل كثير من دول العالم. ليش تراجع هذا الموضوع من السبعينات؟ يقول بأنه الوعي تزايد لدى الشباب بالذات، الوعي الفردي والتعبير عن الذات واتخاذ مواقف ثقافية تتحدى السائد، أصبحت هذه القضايا ذات البعد الهوياتي والثقافي هي تأخذ الأولوية. لما ضمنوا الناس في دولة الرفاه معاش جيد، شبكة أمان اجتماعي وإلى آخره، أصبح اهتماماتهم بالقضية الصراع الطبقي، صراع اقتصادي قليلة، وارتفعت محلها قضية القضايا الثانية، البيئة طبعاً أيضاً، قضايا غير اقتصادية بين بيئة وقضايا الهوية. وحتى على مستوى الطبقات الاجتماعية وجدنا أغنياء يتبنون مواقف اليسار في القضايا الهوياتية، ممكن مثل ما وجدنا عمال الآن يتبنون مواقف اليمين في قضايا الهويات. إذن صارت قضية الهويات والبيئة ثقافة إلى آخره تأخذ حيز أكبر من الطبق من الطبقة أو من الصراع الاقتصادي على المصالح، وهذا أدى إلى تراجع النقابات وتراجع الحركة الاشتراكية بشكل عام. في أوروبا إذا برزت أحزاب جديدة للتعبير عن هؤلاء، في أمريكا تزايد تأثير هؤلاء على الحزب الجمهوري، في حين تحول الحزب الديمقراطي الوسط، لأن الحزب الديمقراطي اتجه الوسط، الحزب الجمهوري بدأ يمين، الحزب يأخذ أكثر باتجاه اليمين. هناك لذلك ظهر أيضا دعم متزايد لقادة حاسمين يستطيعون إعادة توجيه بلاد، في مطلب في بعض البلدان نبي قائد حاسم يخلصنا من النخبة الحاكمة ذي ويعيد توجيههم، مستعدين إحنا أن نتغاضى عن نزعاتهم التسلطية وسلوكهم الشخص المشين. من المعيب أن 42% من النساء الأمريكيات صوتوا حق رئيس يقول أنا أتحرش بالنساء، يقول واحد في نفوذي يستطيع أن يتحرش بالنساء وما يصير شيء، 42%. ليش؟ أنا أعتقد السبب أن الناس قارنوا بما هو أسوأ منه وقالوا هذا أوكي بنغض عن هذا الموضوع خلي يمشينا الأمور الأخرى. اتساع الهوة بين النخب والجماهير ورقة الهجرة، اتسعت الهوة داخل الحزب الجمهوري، النخبة المحافظة مرتبطة بمصالح رجال الأعمال، الهجرة تساعدها تجيب عمالة رخيصة في البلد، قواعد الحزب ما ترى هذا الموضوع. لذلك ترامب أدرك أن أغلب الناخبين الجمهوريين ما عادوا مهتمين أن الناخب الجمهوري أساساً يقول أبي ضريبة أقل أبي كذا بصرف أقل، لا ما عاد مهتم بالقضية المالية من في الدولة، عاد مهتم بالعكس، الناخب الجمهوري يقول حق الدولة صرفوا أكثر، الآن عاد مهتم بالقضية في مخاوف ثقافية صار يبرزها في هذا الموضوع. ترامب وجد أن التركيز على قضية الهجرة هي الورقة الرابحة التي تعبئ الشعبويين خلفها لأنها تدمج البعدين الثقافي والاقتصادي. ورقة الهجرة فيها بعد ثقافي لأن المهاجرين مختلفين عنه، يتكلمون لغة ثانية، مذهبهم ثاني، شكلهم ثاني إلى آخره، هذا جانب بعد ثقافي، حضارتهم مختلفة، والجانب الآخر هو جانب اقتصادي، المهاجرين يأخذون أشغالنا. إذا قدر يدمج هالموضوعين في ورقة الهجرة عام 2015، خلينا نشوف حجم قضية الهجرة في العالم عشان نعرف إنه ليش هذا الموضوع أصبح كبير في أوروبا. في أمريكا الآن
يمكن من دول قليلة اللي ما عندها مشكلة، رغم أن المهاجرين يشكلون أكبر دولة تستوعب مهاجرين في العالم كندا، وهذه بها يمكن دراسة ظاهرة مختلفة. كندا عام 2015 عاد المهاجرين قسريا، إخواننا من سوريا من أفغانستان من كذا يخلوهم، هذا المهاجرين قسريا، المهاجرين لأسباب اقتصادية مثل اللي يجون نحن البحرين أو غير البحرين. عام 2015 كان 250 مليون، 76 منهم في أوروبا، 76 مليون منهم في أوروبا، هذا المهاجرين بما فيهم مهاجرين في داخل أوروبا نفسهم يتهاجر من أوروبية إلى الثانية. اليابان تعاني ركود اقتصادي صار لها من التسعينيات، يعني صار لها ربع قرن، رغم ذلك ما صعدت فيه الحركة الشعبوية. ليش؟ قضية الهجرة مش موجودة في اليابان، اليابانيين كلش ما يخلون أحد يدخل مجتمعهم. إذا أنت عندك ركود اقتصادي من جانب وعندك هجرة من جانب آخر، وهجرة بأعداد كبيرة مثل ما شفنا، يعني 76 مليون واحد يا أما في أوروبا يتهاجرون بين بعضهم، بولندي يروح يشتغل في بريطانيا والبريطانيين ما يبون حتى البولنديين، أو من بلدان ثانية يهاجرون. استقبال المهاجرين يثير مشاكل ذات طابع ثقافي وهوياتي. أنا أقدر أستقبل بضايع وما مشكلة، ربعنا يا مول لما يا المكبر مال الصوت سوى علي قضيه، لكن تعلموا علي، يا السياره سوى علي قضيه، النظاره مالي في عمان ماي سيكل في عمان سوى علي قضيه، لكن مع الوقت الناس تستوعب، لكن البشر قضيه ثانيه استوعابهم، لانه في يجيلك بشر من ثقافات مختلفه وقد تستغرق فتره طويله وانت ما تستوعبهم هذا الموضوع. اذا حضور البشر مشكله، تشكل مشكله ثقافيه وهوياتيه بسبب اختلاف لون، لغه، دين، ثقافه. هذا الاختلاف قد يثير العنصرية والخوف من الأجانب، خصوصا إذا صاحب بطالة وركود اقتصادي. زادت المساواة، زادت اللامساواة. الآن احنا نجي لجانب البعد الاقتصادي، وأنا أختتم بالبعد الاقتصادي. زادت المساواة وفجوة الدخل بالعالم، العالم نمى مع العولمة في نمو سريع، وفجوة الدخل بين الدول الغنية والدول الفقيرة كانت تتوسع منذ الثورة الصناعية. الدول المتطورة أوروبا أمريكا واليابان كانت تنمو بسرعة، والدول إحنا وبقية العالم كنا ما ننمو ثابتين. الصين الهند كل هذه كانت، فأوروبا والغرب كانوا يتطورون وهذين ثابتين في محلهم. منذ حدثت العولمة صار في أوروبا وفي الغرب بشكل عام نمو أبطأ ونمو أسرع في الدول الفقيرة، الصين الهند، بالذات الصين والهند تأخذونهم، يعني هذا نتحدث إحنا عن يعني 30% أو ثلث العالم أو شيء من هنا. فصارت الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة تضمحل، لكن شنو هو اللي صار في داخل الدول الغنية؟ هذه الجراف، روح سلايدين ورا. هذه الجراف حصة أغنى 10% من الأمريكيين من إجمالي الدخل الوطني، هذه مهم جدا. هذه في عندنا عالم اقتصاد فرنسي اسمه بيكيتي. بيكيتي هذه الآن صار هو المنظر الرئيسي في قضية اللامساواة في العالم، كتب كتاب كبير، لولا السجن ما حصلنا مجال نقرأ. الإحصائيات اللي يروح لها بيكيتي من بداية القرن 19 من 1800، بالعكس أحيانا قبل 1800 عندهم إحصائيات رهيبة ما فيها يأخذون اقتصاد اقتصادي، لأن هناك عندهم نظام ضريبي نظام مورفي إلى آخره، فالأرقام كلها موجودة من ذاك الأيام. إحنا ليه حين ما عندنا أرقام؟ ما أعتقد أحد عنده أرقام. 1900 في بداية القرن العشرين، لاحظوا أن في حوالي 1930 أغنى 10% من الأمريكان كانوا يدخلون حوالي 50% من الدخل، هذا هو الرقم اللي فوق، وصلوا في يوم من الأيام 50% من الدخل. شنو اللي صار بحيث أنه انخفض، وشنو اللي صار بحيث أنه زاد من جديد؟ هذه مهم جدا. توزيع الدخل، 10% من السكان يأخذون 50% من الكعكة. ليش؟ هذا لا مشكلة اقتصاد سياسي، يعني سياسة اقتصاد مو اقتصاد بروحه. هني حدث في الثلاثينات طبعا صار انهيار سوق الأسهم، فصار هبوط شوية، لكن في الثلاثينات صارت النيو ديل اللي هي الصفقة الجديدة اللي سواها روزفلت، اللي هو إصلاحات اقتصادية هائلة بما فيه نظام تأمين اجتماعي وطبابة وكل هالأمور، شبكة التأمين الاجتماعي كلها، وضريبة متصاعدة على الأغنياء.
ضريبة متصاعدة على الأغنياء ومنافع أكثر على الفقراء، فالأغنياء قلت ثروتهم والفقراء زادت ثروتهم، فانخفض نسبة حصة أكبر أغنى 10% من الأمريكان إلى حوالي 30-35%. طيب إيش صار هني من سنة 80؟ سنة 80 عمنا ريغان وعمتنا تاتشر ياو الحكم، فألغوا بدأوا يلغون كل الإجراءات التقدمية اللي حدثت من الثلاثينات إلى الستينات، حدثت في أمريكا وفي الغرب كله. هذه الجراف اللي تشوفونه موجود تقريبا في كل الدول الغربية، نفس الجراف نفس الطريقة تقريبا، الفرق بين الماكسيموم والمينيموم مالهم مختلف. فاللي صار إنه الإجراءات كلها ضريبة تصاعدية راحت، الأغنياء يدفعون ضرائب أقل، وهل ما جرى فصارت تنمو ثروة الأغنياء، تسارعت أيضا مع العولمة، لأن العولمة خلت الشركات تربح أكثر أيضا في هذا الموضوع. نرجع سلايدين قبل. إذن هذه هو اللي صار الحدث اللي نقلنا في حدث ثقافي وفي حدث اقتصادي. هذا هو الحدث الاقتصادي اللي حدث من الثمانينات حسب الجراف واضح. من الثمانينات عندنا توسع في الجاب، في الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الدول الغنية، وهني فترة صعود الحركات الشعبوية اليمينية بالذات. أوكي؟ إذن ثروة أغنى واحد في العالم، هذا فقط الجراف مال دخل، في جراف ثاني ما حطيناه اللي هو مال ثروة. 1% من أغنى أمريكا الأمريكيين يملكون 40% من كل اللي في أمريكا. معدل الفقر في أمريكا خلال 20 سنة 30 سنة الماضية خلال 40 سنة بالأحرى زاد 4%. يعني الفقراء لو تجيب الجراف عقب تي أرويكم بس ليش زاد. آخر واحد، آخر سلايد بعد. أوكي، هذه فرنسا الأبيض المثلث، خلكم على أمريكا، أمريكا هي اللي همتنا، اللي هو الأسود فوق مربعات السود. انخفاض الحد الأدنى للأجر في أمريكا، لاحظوا هذا الحد الأدنى بالدولار هني كان في قمته في سنة 70، في سنة في السبعينات وصل إلى 9.6 حوالي 10 دولار للساعة. الأمريكي معدل دخله للساعة اللي يشتغلها، المعدل الكامل في أمريكا، عفواً مش المعدل، الحد الأدنى للدخل الأجر بيقومونه بسعر مال اليوم، كان يحصل على تقريباً 10 دولار. طيب إيش اللي صار من سنة 70 وبالذات من سنة 80 وصار 27 من 10 وصار 7؟ هذا الكلام اللي نقوله إحنا بأنه أمريكا الأغنياء زادوا غنى والفقراء والطبقة المتوسطة يا ثبتوا يا نزلوا، وهذا هو العامل الاقتصادي المهم اللي الواحد بيفهم ليش الأمريكيين بالذات فقراء البيض الآن يحسون بتخلي النخبة الحاكمة عنهم. هذا هو العامل الاقتصادي اللي يثبت تخلي النخبة الحاكمة عنهم. نرجع ثلاث سلايدات شوي بسرعة بس. إذن هني في ميل طبيعي، بيكيتي يقولنا في ميل طبيعي للرأسمالية لتركيز الثروة، طبعا بيكيتي ما هي بشيء من عنده، هذا كلام كارل ماركس. في الرأسمالية بدون قيود رأسمالية تزداد فيها الأغنياء ويزداد فيها عدد الفقراء، يقل فيها عدد الأغنياء، هذا البيان الشيوعي 1848، يزيد فيها ثروة الأغنياء ويقل عددهم، يقل فيها ثروة الفقراء ويزيد عددهم بدون تدخل الدولة. فكل ما كان تدخل الدولة أكبر كل ما وزعت الثروة، كل ما كان تدخلها أقل. وهذا أيضا نظرية أعاد تثبيتها بيكيتي، ويا أمثلة كثيرة لكتاب ممتع جدا ليش تركز الثروة يصير في المجتمع الرأسمالي. بروز النقابات العمالية والأحزاب الاشتراكية بداية القرن العشرين قبل 100 سنة ساهم بتبني الدولة سياسات توزيع الثروة وضرائب تصاعدية وشبكة الأمان الاجتماعي. نجاح دولة الرفاه قلنا يسمونها مجتمع post materialist أو post industrialist، مجتمع ما بعد الصناعة أو مجتمع ما بعد المادية، أدى إلى اهتمامات ثقافية هوياتية بيئية تخلي عن هذه. آخر سلايد عندي أنا بس وأسف على الإطالة. تراجع الصراع الطبقي، سمي صراع اقتصادي بس الصراع اقتصادي هو صراع طبقي، يعني معناها وين أحط الكعكة أخذها من وإلى من، معناها هو صراع طبقي، اللي يبي يخففها يقول صراع اقتصادي ماشي الحال. تراجع الصراع الطبقي وبروز قضايا غير اقتصادية أدى إلى تحول جزء من العمال لليمين، ما عاد قضية اقتصادية طبقية مهمة،
فأصبحت القضية الهوياتية مهمة. العمال في المنطقة الوسط إذا لاحظتوا الخارطة الأمريكية، زرقاء يمين، زرقاء في الشمال الغربي بالذات الشرقي، وفي الغرب كلها كاليفورنيا لواشنطن، مو واشنطن العاصمة، ولايه واشنطن كلها، أوريغون كلها هذه، وشوي زرقاء في، والباقي كلها حمراء في النص. هذه منطقة، المنطقة الريفية قلنا تجاوزا، هذه منطقة القلب الأمريكي، الميدويست نسميها، الأمريكي ساوث ويست ميدويست وإلى آخره، والجنوب الأمريكي، هذه كلها هذه منطقة عمال بيض. في موجود المصانع المتوسطة كثيرة موجودة هني، هني صار تحول مهم. في نظرية مهمة قالها تنبرجر، تنبرجن هولندي، تصاد قبل 40 سنة ومهمة جدا، واحد يقولها بسرعة لكم. يقول في المجتمعات الغربية يصير سباق بين التعليم وبين التطور التكنولوجي. إذا التطور التكنولوجي صار أسرع من تطور التعليم، التطور التكنولوجي صار أسرع، معناها أنا أحتاج أيدي عاملة أكثر مهارة، أكثر متعلمة. التكنولوجيا ما تقدر تأخذ لك واحد خريج ثانوية، يبي لك واحد جامعة ومتخصص إلى آخره. إذا كان التعليم ما يجاري التطور التكنولوجي، يصير العرض، عرض الناس متعلمين، عدد متعلمين الموجودين حق يملون الوظائف التكنولوجية قليل، فيصير الطلب عليهم شنو؟ وايد، فيصير شعرهم يرتفع. أوكي؟ وفي نفس الوقت يصير الطلب على العمالة الغير ماهرة وشبه ماهرة قليلة التعليم أقل، لأن التكنولوجيا تطلب عمالة ماهرة أو كذا. إذا يصير الطلب على العمالة، إذا يصير السعر مالهم، يصير الرواتب مالهم تنزل. أضيفوا إليه إضافة ثانية، العمالة الغير ماهرة الآن قاعد تصدر إلى وين؟ إلى الصين والهند وغيرها. فمعناها اليوم الوظائف البسيطة ما عاد حتى متوفرة حق الأمريكي، لأنها بتروح برا أمريكا أو جزء منها تروح برا أمريكا، فصارت مشكلة في كبيرة في أمريكا. هي فجوة الأجور المتزايدة، مو فقط بين الأغنياء والفقراء، بس بين حتى بين قليلي التعليم ومتوسط التعليم وكثير التعليم جدا تتوسع في أمريكا. جاءت العولمة وزادت منذ الثمانينات، تراجع الدول عن سياسات توزيع الثروة، خفضت الضرائب مثل ما قلنا. زيادة اللامساواة هي نتيجة لتغيير موازين القوى بين النخب والجماهير بسبب عملية التحديث حسب ما يقول إنجلهارت. سؤال مهم جدا، هل يعود الوعي بالمصالح الاقتصادية، الوعي الطبقي احنا اللي نسميه الآن، في وعي فرداني، كل واحد يعي حاجاته الشخصية بالذات في قطاع الشباب، وعي هوياتي بجماعة الصغيرة، الوعي الطبقي ضعيف في كثير من المجتمعات، هل يعود هذه حتى يعود قضية التوازن لمصالح النخب الغنية وبمصالح الناس؟ هذا سؤال مهم. أشكركم على الاستماع وأسف على الإطالة.